قوات وزارة الأوقاف الباسلة، جمعية الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، والله هكذا تسمى الآن في بلادي، نجحت إنها تقفل المساجد في مصر لمنع الاعتكاف وصلاة التهجد في العشر الأواخر. بقى في جولات ليلية بيعسوا كده عشان لو حد قفل أو حد فتح الجامع، وزارة الأوقاف عاملة بصاصين يطلعوا يمنعوا، يتأكدوا إن الإقفال مقفولة كويس، إنه مفيش حد كده متهرب ولا قاعد في جامع ولا نايم ولا معتكف ولا بيصلي صلاة تهجد. وبيبعتوا صور إنه بيتمموا الأئمة اللي معناهم وزارة الأوقاف، بيتمموا بصور عشان يقولوا لهم الحمد لله إحنا مأدين وظيفتنا بشكل جيد، قفلنا الجوامع بالضبة أو المفتاح عشان نمنع الناس إنها تصلي التهجد أو تعتكف في المساجد. احتفال وطني كبير في بلد الأزهر إن المساجد مغلقة، الحمد لله، الحمد لله، نجاح غير مسبوق، قفلنا الجوامع عشان نمنع الناس إنها تصلي فيها، ملوش عنوان. تلك المشاهد غير الرعب، الرعب ثم الرعب ثم الرعب، مفيش أي حاجة تانية، الرعب من الدين، الرعب من الجوامع، الرعب من تجمع الناس. جولات ليلية، طبعا مش كله ال 12 دول غلطوا، بعض الأئمة كانوا بيجودوا وغلطوا عشان يأكدوا وطنيتهم إن هم أئمة شرفاء زي المواطنين الشرفاء كده بالظبط، ها؟ بيلفوا على الجوامع في مشاهد غير مسبوقة، وبيتعاملوا إن اللي بيعملوه ده عمل وطني جليل، زوار الليل وصلوا المساجد، ها؟ في عمل لا يقل أهمية عن مسلسل الاستحمار لإنقاذ مصر من مشهد ممكن يؤدي لسقوطها. نجحت قوات وزارة الأوقاف الباسلة في منع الاعتكاف أو صلاة التهجد في مشاهد جنونية. والعجيب والعجيب هذا الصمت المذهل من هذا الشعب الكبير. تضييق غير مسبوق في مساجد مصر، حتى صلاة التراويح وقت محدد، لو زدت دقيقة في عداد وأعداد معينة تحضر وعداد للوقت. المشاهد اللي هتشوفوها دي في مسجد المراغب حلوان، وزير الأوقاف لا مؤاخذة بعت مفتشين بتوع الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف يوقفوا الصلاة، لو أي حاجة ما عجبتهمش، في غمزة في لمزة، يلا يا حبيبي منك له، روح صلي في بيتك. يعني ايه وقف الصلاه يعني ايه؟ يعني اللهم نعم الوكيل. هم مش عاوز الراجل ده، ماليش دعوه، ماليش دعوه، هو الراجل بيبلغ، هو جه المفتش فين؟ ولا شفنا مفتش ولا شفنا حاجه؟ هو هيرازوا في الناس وخلاص؟ هو ما عرفش يعدي بين الصفوف، ما عرفش يعدي، يعني احنا كنا قافلين، يبقى صلوا وقفوا اليوم، نصلي في بيتكم احنا. حتى دي طريقه بقى الناس، يعني عايز انت توعي الناس كلهم في بعض. قول لهم يا راح صلت يوكو ما تخليش بيت حاجه تقرف والله. حتى الصلاه مستقرين في الناس. عشان كده انا شدت الناس في كل انحاء العالم، في كندا وامريكا واوروبا، بلاد اللي مش مسلمه حضرتك عارفها، وفي شرق اسيا وفي استراليا، اللي بيصلوا التهجد في تلك البلاد اللي مش مسلمه، يتضامنوا مع اخواتهم المسلمين ويبعتوا لنا فيديوهات صلوات التهجد والقيام والاعتكاف من تلك المساجد. الناس بتعتكف في مونتريال وبتعتكف في واشنطن، ده صلوا، فاكر الصلاه اللي كانت في اكبر ميدان في نيويورك، واللي الناس اللي بتعتكف في فرنسا وايطاليا وبلجيكا وكوريا واستراليا، كل الناس دول بنشدهم يبعتوا لقطات التهجد وصلوات القيام في تلك البلاد تضامنا مع اخواتهم المصريين المغلوبين على امرهم بحكم السلاح والصامتين الى متى؟ هذا هو السؤال. يبعتوا الفيديوهات عشان يتضامنوا معهم، يوروهم، يحسسوهم برمضان والعشر الاواخر. ها؟ اتحداك ان في حد يقدر يوقف مؤتمر للسيسي عشان كورونا، ولا حفله فيها هشك بشك، ولا يقول لك
كل واحد في المؤتمر يروح يقعد في بيتهم زي ما حصل هنا، حد يقدر يوقف حفلة في فنادق القوات المسلحة الباسلة؟ جنون يحكم البلاد. مصر كل حاجة فيها ماشية، مواصلات على أبوها، العتبة على أبوها، سينمات، خيام رمضانية، حفلات، تصوير مسلسلات، كل حاجة ماشية فوق الطبيعي إلا الصلاة. إلا الصلاة أوريك إن كل العالم ماشي طبيعي، ها، وبيصلي العالم. بقى ما تقوليش إحنا تدابير الاحترازية، يقول لك تدابير احترازية، أقول له خد فشار. تدابير احترازية من إيه؟ المؤيد قبل المعارض على يقين إن ده كذب وضلال، والموضوع كله رعب 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 من حكومة العسكر الباسلة. رسائل كتيرة بتجيلنا للناس اللي بتصلي من ساعة ما أعلنت النهاردة الظهر، لكن هوريك الأول الوضع في مصر. الصلاة بتقف بكل سهولة، ها، مسجد تاني انتهت المدة المسموحة للصلاة. يا جماعة في توقيتات، نلتزم بالتوقيتات. النهاردة حصل موقف حرق دمي قوي. كنت بصلي التراويح وفي الركعة السادسة الإمام سلم وقال احنا أسفين يا جماعة، جاتنا تعليمات بوقف الصلاة لعدم الالتزام بالشروط. وفجأة المايكات اتقفلت والدنيا هاجت والناس مذهولة ومش مصدقين ان ممكن حد يمنعنا من الصلاة. حد الساعة كانت 9:45، يعني ما عدناش حتى الوقت. الناس بتحاول تلتزم بالوقت يا جماعة، لكن هيهات. وقام واحد من المصلين كمل بينا الصلاة في لهوجة. حسبي الله ونعم الوكيل. والله العظيم مشاهد غير مسبوق، مشاهد غير مسبوق. واحنا بيصلي بينا 3 منهم واحد امام المسجد الرئيسي، اللي طبعا وجوده كان مختفي من اول الصلاة على غير العادة، وده لانهم وقفوا النهاردة بسبب الحجج الهبلة دي. الحفلات والكافيهات والنوادي والمطاعم والكل شغال، ها، لا عادي لا شروط ولا زفت. اما المسجد لا، ازاي؟ وقفوا الاصوات الخارجه للمسجد وقللوا وقت الصلاه، وممنوع القعده بعد اي صلاه، وممنوع تهجد واعتكاف. مش بكفيهم كل ده؟ لا بجد، وقفوا الامام في نص الصلاه في المسجد وفي وسط المصلين، في نص الصلاه وفي وسط المصلين. حسبي الله ونعم الوكيل. خايفين من ايه؟ مش عارف. خايفين مثلا من الامام يطول شويه في التراويح فيعطل الناس عن مسلسل الاختيار؟ خايفين؟ مرعوبين من لمه الناس ليه؟ ولا مرعوبين من الامام يدعي على الظالمين؟ انت طبعا فاهم ان الدعاء على الظالمين ممنوع في مصر. قال لك ده انت كده ما يبقى لكش صلاه ولا رمضان. من 2014 وزير الاوقاف كل سنه يطلع يؤكد لا للدعاء على الظالمين، لا للدعاء على الظالمين، هكذا يؤكد وزير الاوقاف. اخر واحد الله يمسيه بالخير دعا على الظالمين في مصر كان الشيخ محمد جبريل، ومنعوه من الصلاه واتقبض عليه، ومره وهو راجع من المطار وقال لك ده خاين بيدعو على الظالمين ودعاؤه حرام حرام حرام. يا جماعه بيدعو على الظالمين وانتوا ظالمين؟ انتوا ناس انقذتوا مصر وعملتوا لمصر اللي ما اتعملش قبل كده. طلعوا الناس يشتموه يقولوا له ازاي تدعو على الظالمين؟ ده اكيد قصده ما اللي اعرسه بقحه، اكيد قصده على السيسي، وهو لا جاب سيره السيسي ولا اي حاجه. زي ما بتدعي على الظالمين من ضمائات السنوات، الظالمين زي بالظبط. فكرني بالبيت اللي قالت له ربنا يديك على نيتك، قال لها اخرسي ما تقوليش كده يا عم، دي دعوه اخرسي ما تقوليش كده، انا عارف نيتي زفت وطين. كل اللي قالوا اللهم عليك بالظالمين محمد جبريل. سعيد لا مؤاخذه رسلان قال عليه كده ساعتها لما دعا على الظالمين في مصر. ولا تلتفتوا الى اولئك الناعقين، يمكن الرجل من الخطابه في اكبر مسجد في افريقية وفي اول مسجد بها، في مسجد عمرو بن العاص، يمكن من الصلاة وامامة المسلمين، فتوارد وراءه الخوارج ليكونوا حائط صد اذا اعترض احد، يدعو ساعة كاملة على بلده، على دولته، على امامه. اذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم انه صاحب هوى، صاحب بدعة، خارجي. قبحك الله وغيره. شيخ عموم المقارئ المصرية سابقا كان يذهب إلى إشارة رابعة ليأم الخوارج، خارجيا مثلهم.
دلوقتي الشيخ محمد جبريل بيصلي مره مصر بسبب الدعاء على الظالمين، ده جدوله في بريطانيا. فين جدول محمد جبريل بتاع بريطانيا بالله عليك اللي بيصلي بيه في بريطانيا؟ ليه محمد جبريل بيصلي بره؟ بص حضرتك الشهر عامل ازاي، بص الشهر عامل ازاي من اول يوم لحد يوم 29، لافف في انجلترا كلها مجرمه المجرمه، محمد جبريل بيصلي بره مصر مع انه اجبرونا يتبرع لصندوق تحيا مصر عشان دعا الظالمين. لو تتذكر ساعتها قلت لك اللي قال لك لقد اكلنا يوم اكل الثور الابيض، الحكايه تفضل تنزل درجه 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 وتعدي الحضيض وتغوص في الحضيض وتغوص في النكانه لحد ما نوصل للديانه بتاعه الامارات، الديانه الابراهيميه. الناس سكتت على ده، تشرب من ده، سكتت على اللي بيشتمك، هتسكت على انه يضربك، بكره يضربك على قفاك، بكره يغتصبك. هي كده، كله الا الظالمين، كله الا الظالمين. انت امام عصابة تعلم انها عصابة وتعلم انها تحكم بالسلاح وبالقتل وبالترويع. النهاردة افرجوا عن 41 واحد، كتبت قلت الحمد لله في 41 عيلة، 41 عيلة كان ناقصهم كرسي على رمضان، ولادهم رجعوا لهم الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهى. لكن لا منا ولا فضل لغير الله، خرجوا بعز عزيز او ذل ذليل، دي إرادة ربك. إنما ديلك عصابة مجرمة، اللي في مصر محبوسين أكتر من 100,000، ولو افترضنا أنهم 40,000 خرج واحد من كل 1,000، واحد من كل 1,000، وهم مش 40,000، واحد من كل 1,000. يا مجرمين يا مجرمين، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. الموضوع لا متعلق بكورونا ولا بغير كورونا زي ما بيكذبوا، الموضوع متعلق بالرعب. لكن المصيبة ان الرعب اللي في قلوب الشعب اكبر، بيصوروا الموضوع على انه كورونا ومش كورونا وهو كذب بنسبة 100%، ويروج له مختاي جمعة وكل اللي اشكاله العمم على رمم دي، ومفيش ولا حاجة في مصر فيها اجراءات كورونا، وحتى الدول اللي كانت شدة في موضوع كورونا فتحت الدنيا اصلا على مصراعيها، والصلاة في كل مكان والاعتكاف في كل مكان. ماليزيا شوف المعتكفين وشوف اللي بيتعامل مع المعتكفين في ماليزيا. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله جم kita share doa untuk mendapat Lailatul Qadar. Semoga yang melihat video ini, yang share, yang like, yang komen, alhamdulillah dapat berjumpa dengan Lailatul Qadar pada tahun ini insya-Allah. Apa doa dia? Allahumma razuqna Lailatul Qadri fi hadhihi sanati wa fi kulli sanati. Yang bermaksud, ya Allah, kurniakanlah kami malam Lailatul Qadar pada tahun ini dan pada setiap tahun yang akan datang. السعودية اللي كان دخول المعتكفين للمسجد النبوي في السعودية، أوريك إزاي دخولهم.
السعوديه اللي كانت من اكثر متشددين وقت كورونا وقفلت الحرم ومنعت الحج والعمر، الناس جايه من كل العالم تعتكف في المسجد النبوي، مدينهم شنط اعتكاف والناس بتعتكف وعادي جدا 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 جدا. يعني انا 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 بصراحه انا مش عارف الناس ازاي ساكته على كده. دي السعوديه عند تركي آل الشيخ ومحمد بن سلمان، ده الوضع في السعوديه. طب سيبك من السعوديه، دي مشاهد التهجد في واحد من مساجد المانيا، شوف الوضع عامل ازاي. المانيا الناس من الظهر بتبعت لنا، انا هوزع لك الفيديوهات حاجه في حاجه، مساجد مقفوله في مصر والناس معتكفة وبتصلي التهجد في ألمانيا. لا تائبا إلا قبلته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قهرته، ولا مهموما إلا فرجت همه، ولا مكروبا إلا نفست كربه، ولا محروما من الذرية إلا وهبته، ولا محروما من الذرية إلا وهبته، ولا محروما من الذرية إلا وهبته الذرية الصالحة يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. ده ألمانيا قاتل النص، ممنوعة من تصلي التهجد في مصر، والناس بتصلي صلاة التهجد في السر زي أيام بداية الإسلام كده. والله عشان زوار الليل في المساجد، صليت امبارح التهجد في الزاوية اللي جنبي واحنا قافلين النور وصوت الميكروفون الداخلي والامام بيقرا بصوت واطي والناس بين الركعات بيتكلموا بالراحه عشان ما حدش يسمعنا ولا كاننا رجعنا ايام فجر الاسلام. الناس كلها بتتكلم عن ملاحقات غير مسبوقه في المساجد. اخطر مجرمين دلوقتي بيتم ان احنا نطاردهم الناس اللي بتحاول تصلي في المساجد، الناس دي ما ينفعش يتسابوا ابدا، لازم نجيبهم من رقبتهم. إلا الصلاة في المساجد، إلا الصلاة في المساجد. نفس الكلام ده حصل معانا لما إمام مسجد تعاطف معايا أنا وأصحابي ودخلنا مصلى السيدات دخلنا مصلى السيدات سرقة من غير ما حد يشوفنا، واستعجلنا نخرج بسرعة قبل ما نتقفش، وفضل يخبط علينا بصوت واطي ويقول لنا بسرعة لأنه وزارة الأوقاف قافلة مصلى السيدات واللي كل اللي بيفتحها بيتجاز. قلت يومها لأصحابي أنا مش مصدقة إني في بلد مسلمة، احنا لو في بلد عربي غير غربي غير مسلم الوضع مش هيبقى كده اصلا، والحقيقه مش هيبقى كده اصلا. والله الفيديوهات من كل حته في العالم هوريك بنفسك. حسيت وقتها بقهره وغصه وقله حيله لا يوصفه والله. ولسه قاري عن امام مسجد الجازة عشان بيخلص صلاه التراويح 9 و10 دقائق وخلوه غصبا واقتدارا يخلصها الا 5. هو احنا عايشين فين بجد؟ ولا احنا في عصور الاسلام ولا الجاهليه؟ والله عصور الجاهليه كانت فيها كرامة وشرف أكتر من كده. شوية شوية بالوضع ده هنرجع للدعوة السرية ونجتمع في دور زي دار الأرقم ابن أبي الأرقم، ده اللي ناقص والله. بلد كاملة مغصوبة على الحال اللي لا يرضي عبد ولا رب بسبب شخص واحد. بلد الأزهر الشريف ما فيهاش شخص واحد مسؤول بيتكلم، وشيخ الأزهر اللي اتكلم عن حادثة مطعم الكشري ما لفتش نظره قرارات وزارة الأوقاف الأخيرة عن منع الاعتكاف والتهجد وقصر تكبيرات العيد على 7 دقائق. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. في الأغلبية الكاسحة من دول العالم الناس تعتكف وتصلي التهجد، ومصر ليه خايفين؟ إعلام المجرم بيدعم قرارات غلق المساجد من أجل الوطن.
مقال في اليوم السائع الدار الإعلامية يقول لك ليه بيأيدوا القرار. اليوم السابع ليها حق ان هي تأيد او ترفض. منع الاعتكاف بالمساجد قرار يستحق الإشادة والدعم. محمد احمد طنطاوي: الاعتكاف في الماضي كان يتم توظيفه لأغراض سياسية، كانت جماعة الإخوة الإرهابية تدفع بأنصارها في المساجد لاستقطاب الشباب وبث أفكارها خلال تلك الفترة من العام، خاصة أن مدخل التهجد والاعتكاف والبقاء في المسجد لعدة أيام قد يكون براقا للشباب الصغار الذي يستهويهم هذا الفعل، ثم يسهل تجنيدهم بعد ذلك وتحميلهم بالأفكار المتطرفة. أنت ضليع في مكافحة الجماعات الإرهابية. العادات والسلوكيات التي يتبعها البعض في المساجد خلال فترة الاعتكاف تحتاج إلى مراجعة، مثل إضاءة الأنوار ليلا ونهارا وتشغيل أجهزة التكييف، الأمر الذي يترتب عليه استهلاك كهرباء مضاعف، وهذا دوره يكلف الدولة عشرات الملايين. والله العظيم كل اللي بيتم في الجوامع ما يجيش في مؤتمر واحد من مؤتمرات الشباب بتاع روح أمه. مؤتمر واحد مؤتمرات الشباب، بقول لك الجنون بيحكمهم 9 سنين ولسه الجنون بيحكم ولسه الرعب بيحيط بيهم. لكن المشكلة زي ما قلت لك ان الرعب اللي في قلوب الناس اكبر. المساجد تدار بأمنة، أمنة شرطة، الإمة دول انتوا مختارينهم على الفرازة، على الفرازة الفرازة. فيش حد في جامع النهاردة إلا شريف الشريف 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 أكتر من المواطنة الشريفة نادية. كل العالم بيصلي عادي. قال لك عندنا مساجد مكان للتطرف، مشاهد من الجنون، مكناس المغربية، كل حاجة ماشية طبيعية. قالوا لجنودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطق الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا ليش. أنا بطول في لقطات الصلاة شوية عشان الناس، بس بقى المصريين دارت بيهم الأيام بيتفرجوا على الصلاة فيديو فيديو. وما أشبه تلك العصابة بتلك العصابة اللي بتحميها.